كان من المنتظر أن يحل هذا المشروع الخاص بإنجاز مستشفى 240 سرير مشاكل السكان الباحثين في كل مرة عن خدمات صحية راقية، لكن مدة الإنجاز طالت حسب الساكنة. نقص بعض الأطباء، خاصة الأطباء الأخصائيين، نقص بعض الأمور اللي يحتاجها الطبيب، خاصة كي نتكلموا على قضية الأكسجين وكذا. ماذا بينا يتفتح السبيطار هذا في أقرب وقت، وحنا كانت عندنا معلومة أنه راح يسلم في مارس 2021، ونظن على حساب الوتيرة هذه اللي ماشية فيها الأشغال يستحيل هذا الأمر. العدد تاع السكان كبير وكبير جدا، وحنا سيتو منطقة نائية جدا بعيدة على ولاية، أقرب ولاية تقريبا ب 1400 كيلو اللي هي غردية ولا ورقلة، ولهذا نطالب من السلطات زعما التعجيل جدا في والنظر في قضية هذا المستشفى. التأخر المسجل في إنجاز المستشفى بحيط بركات بولاية تمن راست راجع حسب الشركة المكلفة به لمكتب الدراسات الذي أخرهم لمدة سنة كاملة. كان هناك نقص في تنصيب مكتب دراسات، يعني هذا أخرنا مدة عام ونص. يعني احنا الاشغال بعد تنصيب مكتب دراسات المتابعه بدينا في سبتمبر 2018، يعني ترافو جروزيف كملناهم في مده 10-11 شهر، ومن بعد انطلقنا في لي ترافو سي اس الكورديتا سيكوندير. كان يعني مارس افريل ماي بيريود تاع كورونا، الغلق هذاك تاع كورونا اخرنا شويه في لي ترافو سي اس. لي ريزو شويه راهم ناقصين 35 حتى 40% هاك. طلبنا من المؤسسه بزيد مجهود واحد اخر. مشروع جد هام، وبعد دخوله حيز الخدمه سيعفي الساكنه من التنقل نحو ولايه اخرى بحثا عن العلاج. مشروع يامل المواطنون الا يتاخر انجازه اكثر.